مشاهدي الطريق إلى البرلمان، أهلا بكم في حلقة جديدة. في حلقتنا النهاردة من الطريق إلى البرلمان اللي بنرصد من خلالها كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية اللي بيشرف عليها 16 ألف قاضي في جميع اللجان الفرعية والعامة، بالإضافة لبعض القضاة الاحتياطيين تحسبا لأي ظروف. هنتابع كمان معاكم الأخبار الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات وعن وزارة الصحة وعن لجنة شؤون الأحزاب وغيرها من الجهات المتعلقة بالعملية الانتخابية في جميع الدوائر على مستوى الجمهورية. فاكرين حضراتكم أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين الماضي، وتضمنت 2573 مرشح وست قوائم، بعد ما انتهت محكمة القضاء الإداري من فحص طعون المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس النواب. أما عن مخالفات الدعاية الانتخابية، فاللجنة العليا للانتخابات أعلنت تلقيها 18 شكوى بمخالفات الدعاية قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية، حيث أحالتها للجنة رصد المخالفات لفحصها وتطبيق العقوبة المقررة لكل شكوى في حال ثبوت صحتها. أعلنت كمان أن عدد التصاريح الصادرة للمتابعين بمنظمات المجتمع المدني بلغت 17، ده بالنسبة للمنظمات المصرية 17465 متابع. بلغ عدد المتابعين بالمنظمات الدولية غير المصرية 717 متابع. وأصدرت اللجنة العليا 3639 تصريح لوسائل الإعلام بتغطية الانتخابات. وزير الداخلية وجه بتكليف الضباط والشرطة النسائية وقطاع حقوق الإنسان في الوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن في المرور على المقار الانتخابية لرصد الشكاوى، مع اتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية في كل المحافظات، ومواجهة كل العناصر الخارجة عن القانون بحسم وقوة. ولازلنا مع اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قال إن اللجنة استعانت ب 16 ألف قاضي لتغطية كافة اللجان الفرعية والعامة للإشراف على الانتخابات، إضافة إلى وجود بعض القضاة الاحتياطيين تحسبا لحدوث ظروف معينة لأي قاضي يبقى فيه قاضي احتياطي ينوب مكانه. وأضاف مروان أيضا خلال مؤتمره الصحفي في مقر الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد المرشحين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية 2573 مرشح، منهم 12 سيدة، وبيمثل المستقلين نسبة تزيد عن 65%، والشخصيات الحزبية المرشحة بتصل نسبتها إلى 35%. خلونا لازلنا مع اللجنة العليا للانتخابات. قالت اللجنة العليا للانتخابات إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقبل اللي ستجرى يوم 18 و19 أكتوبر هتضم 103 لجان عامة يندرج تحتها 5460 مركز انتخابي، بيضم كل مركز عدد من اللجان الفرعية. وأكدت اللجنة إن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات هتقوم بمراجعة أسماء المرشحين في المرحلة الأولى قبل طباعتها على بطاقات إبداء الرأي، ما عدا الأسماء التي ما زالت محل نظر القضاء. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد تلقت طعون المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية بدءا من اليوم الخميس وحتى السبت اللي جاي، على أن يتم نظر هذه الطعون والفصل فيها من 4 وحتى 8 أكتوبر. وأعلنت اللجنة عن السماح لمنظمات المجتمع المدني المصرح ليها بمتابعة العملية الانتخابية، واللي احنا قلنا لحضراتكم قبل شوية على أعدادها وكم منها أجنبية وكم مصرية، بإبلاغها بما ترى مهم عشان اللجنة تتولى دراسة الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. طعون القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا بتنظر اليوم 200 طعن مقدم ليها من مرشحين تم رفض أوراق ترشحهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وبتنظر أيضا طعون من هيئة قضايا الدولة ضد أحكام قضائية صادرة من محكمة أو من محاكم القضاء الإداري لصالح المرشحين، وده للنطق بالحكم فيها اليوم. ننتقل للدعاية الانتخابية، بتستمر حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين الفرديين والقوائم لليوم الثالث على التوالي وحتى يوم 15 أكتوبر،
ومن جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها تلقت بعض الشكاوى بشأن الدعاية الانتخابية، وتم تحويلها للجنة الخاصة برصد مخالفات الدعاية في المحافظات. هنشوف تفاصيل أكتر في سياق التقرير. عن طلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، شدد المحافظون على رصد مخالفات الدعاية التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، حيث كلف الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بعدم السماح بوضع ملصقات الدعاية على جدران المدارس ودور العبادة والمنشآت العامة، بالإضافة إلى الكباري والمباني الأثرية، لما تسببه من تشويه للعاصمة. كما شدد على رؤساء أفرع هيئة النظافة بتحرير محاضر تلوث بيئية ضد كل من يقوم بتقرار المخالفة وإصراره على نشر الدعاية الانتخابية له بعد إزالتها. وفي محافظة الجيزة، أعلن المحافظ الدكتور خالد العدلي حظر استخدام المباني ووسائل النقل المملوكة للدولة وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية للدعاية الانتخابية، وشدد على ضرورة الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو استخدام الشعارات الدينية أو العنف، بالإضافة إلى حظر تقديم هدايا أو تبرعات. كما أكد على عدم استعمال مكبرات الصوت والاعتداء على الدعاية الانتخابية للغير بالشطب أو التمزيق، وعدم تكسير الأرصفة أو أسفلت الطريق لتثبيت الإعلانات. فيما تقوم أحياء ومدن المحافظة بتحصيل 3000 جنيه كتأمين من كل مرشح نظير إزالة الدعاية في نهاية فترة مدة الدعاية الانتخابية إذا لم يزلها مرشح. بينما فرض المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية غرامة 5000 جنيه على المرشحين المخالفين لقواعد الدعاية الانتخابية على مستوى المحافظة، والذين أطلقوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد المحدد له من لجنة الانتخابات. وإلى قنا، حيث قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن المحافظة بتضم 360 مركز انتخابي منقسمة ل 861 لجنة فرعية، وتم التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن والقطاع العسكري وأيضا المديريات المعنية بتجهيز وتأمين المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير وسائل الراحة للمشرفين على الانتخابات والناخبين. ده كلام جاء خلال اجتماع المحافظ مع المستشار جمال علي موسى رئيس لجنة الانتخابات بقنا لمناقشة الاستعدادات الخاصة للانتخابات البرلمانية المقبلة. مشاهدينا، فاصل بنستقبل بعده ضيفنا النهاردة، وهو أستاذ إبراهيم أبو شادي مرشح الوفد عن دايرة إيتاي البارود وشبرخيط. مشاهدي الطريق إلى البرلمان، أهلا بكم في حلقة بنستضيف فيها ضيف الحقيقة يعني كان لينا لقاء معاه قبل كده، ولكن أهالي دايرته على الواتساب وعلى موقع البرنامج بدأوا يطالبونا باستضافته مرة تانية علشان عايزين يسألوه في حاجات كتير، عايزين يتعرفوا أكتر عن برنامجه الانتخابي. هو أستاذ إبراهيم أبو شادي مرشح الوفد عن دايرة إيتاي البارود. أهلا بحضرتك. وشبرخيط طبعا. وشبرخيط أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنت نايب في برلمان 2005، ده مبدئيا. الفرق بين المهام المنتظرة في البرلمان المقبل والبرلمانات السابقة، لأنه ناس كتير بتقول البرلمان ده مختلف، ده أخطر برلمان في التاريخ البرلماني المصري، أنت شايف كده ولا لأ؟ أو إيه المهام المنتظرة اللي شايفها بتفرق كتير؟ تمام. الأول سعيد بلقاء حضرتك. أهلا. وتحياتي لأهل دايرتي، أهل دائرة إيتاي البارود وأهل مركز شبرخيط المحترمين. مش هنخش في تفاصيل الكلام عن نفسي دلوقتي، أنا هخش على طول في إجابة على سؤال حضرتك المهم. برلمانات السابقة وبرلمان 2005 وما قبله، في فرق ما بين النائب في البرلمانات السابقة وبرلمان ما بعد ثورة 25 يناير و 30 يناير. في شخص النائب، أنا أعتقد أن النائب في البرلمانات السابقة كان موظف لا يملك أدواته، لا يملك استجوابه، لا يملك طلب الإحاطة، وإن كان في طلب إحاطة أو سؤال أو اقتراح كان بيأديه، ما كانش حد بياخد بكلامه،
إلا في القليل لإرضاء ناس سياسيين معينين. النائب في برلمان 25 ما بعد 25 و30 أعتقد أن النائب هيبقى نائب قوي يملك أدواته، يملك استجوابه، يملك طلب أحطه، يملك تغيير أشياء كثيرة جدا في سياسة الحكومة إذا تبنى قضية معينة. طيب هل لكن البرلمان في الحقيقة السابق يختلف عن البرلمان الحالي في ان احنا داخلين برضو على 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 ثورة تشريعية، ثورة فيها قوانين كثيرة قوي هتتغير، ثورة فيها دستور فيه بعض القوانين المواد الدستور، في ناس من الشعب كتير قوي ما هماش يعني مهتمين بيها. البرلمان القادم برلمان هيخوض معركة تشريعية ورقابية لصالح مصر. أكيد. برلمان يعني حضرتك شايف انه المطلوب حاليا نائب الرقابة والتشريعات ولا نائب الخدمات برضو؟ ده المفهوم اللي عند الناس. طبعا يعني يمكن اهالي دايرتي يعني دايما بيصفوني بان انا نائب خدمي، دي حقيقه، وانا من الناس اللي بيولي الخدمات للمواطنين اهميه كبيره، لكن دي كانت طبيعه المرحله السابقه. المرحله القادمه في بناء دوله جديده ودوله عصريه حديثه، لا انا عن اظن واعتقد تماما انه النائب لكن لازم يكون في المقام الاول نائب تشريعي، وفي المقام الأول نائب رقابي بيحارب أوجه الفساد الكثيرة الإدارية والمالية وخلافه، وفي الأول وفي الآخر لازم يكون نائب خدمي لأهالي دايرته، جميع الخدمات العامة ومشاكل دايرته لازم يكون ملم بيها ويحتط لها ويعمل دائما على تطوير القرية المصرية، ويعمل دائما على تطوير البنية التحتية، ويعمل دائما على سعادة ورقي المجتمع بتاعه. عايشت حضرتك في برلمان 2005 نواب الإخوان. تمام. ايه تجربتك عن المرحلة دي؟ والله يعني احنا لو كان في وقت عندكم وكنا جبنا السي في بتاعي اثناء البرلمان اعتقد ان جرايد عرضنا السي في على الشاشة بالفعل. جرايد كتير قوي طلعت لي لقطات مهمة واحداث مهمة داخل البرلمان، في التضاد وفي الحرب الشرسة ما بين مجموعة الإخوان، كانوا بيستغلوا هم الإعلام كويس قوي، كان موقف معين. اتفضل. طب شايف فرصة لعودتهم تاني من الأبواب الخلفية في برلمان 2015؟ ممكن. ازاي؟ عن طريق ايه الأبواب اللي هيدخلوا منها؟ شايف ان فيه يعني انا ما بتكلمش على دايرتي بس، يعني انا بتكلم على جمهورية مصر بالكامل. شايف فيه وجوه مجهوله مش معروف الهويه بتاعتها ايه، واهالي الدالة بيبقوا عارفين ده، ممكن يكون كان متعاطف، لكن فيه وجوه نزلت الساحه جديده ما كانتش لها علاقه بالسياسه خالص نهائي، ولا اشتغلت سياسه ولا عمل عام، بس لانهم مترشحين اعتقد ان الدوله برضه عارفه الكلام ده كله، ولكن في نزاهه الانتخابات اذا استغلنا الدين تاني بس مش هيرجعوا بالعدد الكثير، يعني اعتقد ممكن يرجعوا 3% 4% ما تعداش ال 4%، لكن ما هو الشعب خلاص يعني عرف الجرح فين وعرف وجيحته، وكل دايره تحتاط لامرها وتعرف مين اذا كان مرشح اخوان ما اكيد هيقفوا ضده مش هيدوله، وناس كتير قوي عارفين كل حاجه. الناخب في الدايره حافظ ابراهيم ابو شادي فلان الفلاني ده كذا وده كذا وده كذا بيحتاط لامره، واعتقد يعني ما اظنش رجوعهم الا بغلطات بقى. طيب يعني ابراهيم ابو شادي اترشح في 2015 مستقل. ليه بقى المرة دي اخترت تمثيل الوفد في البرلمان؟ اللي أنا برضه عايز أقوله لدايرتي، أنت جبت السي في تمام وأنا أشكرك يعني، وقلت اترشحت مستقل وإيدي ما مضتش لأي حزب في 2000 حتى بعد نجاح، يعني كان في ضغوط كتيرة جدا عليا. طب ليه المرة دي مضيت للوفد؟ أقول لك حاجة،
أنا من 25 يناير كأي مواطن كنت بتابع الأحداث السياسية في مصر، أحداث جسام وأحداث كبيرة من 25 يناير. وكانت شخصية دكتور سيد البدوي أنا يعني علاقتي بيه مش عادي، يعني ما فيش علاقة، لكن كانت شخصيته لما كنت أنا وأنا حضرت أكتر من حدث كان له خطوات مهمة مع رؤساء أحزاب تانيين في ثورة 25 يناير والمساهمة في وموقف الوفد لما أعلن أو في أول ثورة 25 طبعاً يناير طبعاً ضرورة رحيل مبارك طبعاً، وكان على رأسهم الدكتور سيد البدوي. تابعت كمان الموقف فيما بعد 25 يناير والجمعية الوطنية للتغيير مقاومة الإخوان والوقوف ضد كل ما هو هيهدم البلد دي في سبيل يعني ان احنا نعدل الميزان. دايما كان الوفد سباق حقيقي. كمان في حاجة برنامج الوفد، وكمان في حاجة تاريخ حزب الوفد. تاريخ حزب الوفد تاريخ مشرف، كان على رأسه زعماء وبناها ناس بنوا في مصر حاجات كثيرة جدا. كمان حزب صادق، كمان عمل كمان راحة نفسية للناخبين ومواطني شعب إيتاي البارود وشبرخيت، نفسيا استريحوا لانضمامي لحزب الوفد. وكانت دي دعوة على فكرة من الدكتور سيد البدوي ليا ان انا انضم لحزب الوفد، ولبيت النداء وأرجو أننا نكون بناء في الحزب ومعطاء في الحزب لصالح الوطن. في حاجة كمان في حزب الوفد عشان ننهي المسألة دي، ما شفتش حزب الوفد في تصرفاته بكل كوادره المحترمة اللي بتعمل مع الدكتور سيد البدوي، الدكتور حسام الخولي وآخرين وهيئة المكتب وهيئة المكتب، كلهم أعتقد أن الرؤى بتاعتهم لم تتعارض مع مصلحة الوطن، وهم دايما ماشيين في الخط السياسي المحترم للبناء وليس للهدم. بشكر حضرتك جدا، واسمح لي بقى ندخل على طول في الكلام المفيد في الدايرة بقى وطلبات الناس وأولوياتهم. خلونا نشوف مع بعض. مطلب من البرلمان القادم أنه هو يكون يعني يحس بالعدالة الاجتماعية للناس، يعني يخلي باله من المواطنين شوية. أنا عاوز النائب بتاعي يكون نائب يعني صحينا كويس، بمعنى أن الطلبات اللي زي دي حضرتك مطلوبة كصرف وكطرق كما نعرفش إيه، دي كلها حاجات مهمة ليا وليك وللدنيا كلها. يهتم بالصرف الصحي ويهتم بالخدمات العامة، بلاش الخدمات الخاصة وبلاش المنفعة الشخصية، انا عايز المنفعه العامه اللي تخدم الفقير قبل الغني. عاوزين تعديل الرصف بتاع القري، والصرف الصحي بايظ خالص. اللي احنا عاوزينه الصرف الصحي، البلد بتعاني من الصرف الصحي لان البلد دلوقتي على ورطه الميه كلها. احنا عاوزين الترعه ده بس للزباله ديت والصرف الصحي، هذا كل العمليه، وعاوزين البلد تنعدل وخلاص. مطلبي شوف خدمات البلد، جميع الخدمات اللي في البلد، عندنا الصرف معدوم وعندنا ترعة كل سنة يغرق فاعلين ثلاث، عايزين نردموه. عايزين الجنبات غط تتردي، والمحاسيب بتنزل مضروبة، البطاطس بينزل فيها فيروس، والكماوي غالي، والكماوي بينزل غالي، بنزرعه زرع بجيش، والأمام لواسي. عودة مرة أخرى لحضرتك أستاذ إبراهيم أبو شادي، وعايز أخد تعليقك على كلام الناس. يعني الإخوة اللي اتكلموا من مواطني إيتاي البارود طبعا بحييهم، هم لمسوا قضايا كثير قد تكون في معظم قرى جمهورية مصر العربية بالكامل، مش في القرية دي أو القرية دي أو القرية دي. يعني أنا شايف أن الإخوة اللي اتكلموا في قرية شيشة الأنعام، قرية أم، قرية كبيرة جدا عندنا، كانوا اشتغلوا في الصرف الصحي من فترة، توقف العمل في ثورة 25 يناير ثم بدأوا العمل، ثم في مشاكل مع المقاول. طبعا المشكلة دي المفروض ان في حد في وزارة الإسكان بيتابع رأي الجمهور معانا، وان هذه المشكلة لازم
في اقرب وقت انا بطالب فيها وزير الاسكان ان مشكله قريه شيش تنعم في الصرف الصحي تنتهي. ناس تكلموا على الشباب وعلى العداله الاجتماعيه، مطلوب فعلا النظر بعين حاسمه وقويه للعداله الاجتماعيه للمواطنين. الشعب عندنا والمواطنين عندنا ما عدناش لغايه دلوقتي مرحله الفقر ومرحله لسه. صحيح في خطوات في البلد بتتاخد، فيه حاجات في السلع التموينيه، في لكن ما وصلناش يمكن 1% من المواطن اللي عايزه. المواطن ما زال بيئن، واحنا وانا يمكن البرنامج من خلاله بخط فيه ارض رئيس الجمهوريه، العداله الاجتماعيه مهمه مهمه مهمه، مشاكل القريه المصريه مهمه، الصرف الصحي مهم، مشاكل الشباب. كل ده هقول لحضرتك حاجه، كل ده احنا يعني عارفينه تماما، وهو اكيد عارفه رئيس الجمهوريه، مش محتاج ان هو ان احنا لسه هننبهه ليه، هو عارف. لكن احنا بنقول ايه المشاكل اللي في ايدينا دلوقتي اللي نقدر نحلها؟ يعني ايه برنامجك الانتخابي اللي بتقدمه لاهل الدايره وبتوجه كلامك ليهم هم لاهل دايرتك، انت هتعمل ايه عشانهم؟ ايه مشاكلهم اللي انت عارفها انها ليها اولويه واللي هتبدا بحلها؟ تمام. القرية اللي اتكلموا فيها دلوقتي طبعا مشكلة صرف أنا اتكلمت فيها وأنا نائب بدأتها في معظم قرى مركزي، وما زال في قرى كتيرة جدا برضو عايزة صرف صحي. لازم أنا بهتم بالنقطة دي قوي، ولو عملنا إحصائية على قرى الجمهورية هنلاقي مركز إيتاي البارود النقطة دي احنا مهتمين بها قوي. فقرية شيشة الأنعام لازم موضوع الصرف الصحي ينتهي وبسرعه، ورصف القريه واسلاك ارضيه للقريه، والقريه كبيره، القريه دي قريه كبيره ممكن تتقلب لقريه نموذجيه. دي مخاطبه لكل مسؤول وعلى راسهم وزير الاسكان والمحافظ طبعا. طيب ده بالنسبه للصرف الصحي، اتكلمت عن العداله الاجتماعيه، عايزه اعرف برنامجك للعداله الاجتماعيه بس من خلال برنامج حزب الوفد، لانك مرشح حزب الوفد. وقبل ما اسمع منك هنسمع من رئيس حزب الوفد دكتور سيد البدوي بيتكلم عن برنامج الوفد الانتخابي في مجال العداله الاجتماعيه. تمام. الاجتماعيه يؤكد الوفد على التزامه برفع الظلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تشريعات تضمن عدالة عائد التوزيع على محدود الدخل. التنمية، يعني أنا عايز أقول لكم إن في ظل النظام الأسبق التنمية كانت معدلاتها مرتفعة جدا، لكن عائد التنمية لا ينساب من أعلى إلى أسفل بشكل تلقائي، ولكن يحتاج إلى مجموعة من التشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع عائد التنمية. للأسف لم تكن هذه التشريعات قائمة، فمهما حدث من تنمية ومهما حدث من زيادة في الدخل القومي بدون تشريعات تضمن توزيع هذا العائد بعدالة لن تتحقق العدالة الاجتماعية. تعليق حضرتك وكلمنا عن برنامجك في إطار برنامج الوفد. العدالة الاجتماعية لها محاور كثيرة جدا. حزب الوفد بيهتم بزيادة الناتج المحلي، زي ما سمعنا الدكتور سيد بيتكلم دلوقتي، زيادة الناتج المحلي للدولة ومساواة المواطنين في توزيع الناتج المحلي للدولة بعدل ومساواة في كل شيء. أعتقد أن العدالة الاجتماعية بتضمن في برنامج حزب الوفد عدالة اجتماعية في الاقتصاد، عدالة اجتماعية في التعامل مع المواطن، عدالة اجتماعية في روح المواطنة اللي لازم المسؤولين في كل إداريين في المحليات في كله يتعامل مع المواطن بنوع من الإنسانية. العدالة الاجتماعية في محورها الاقتصادي، برنامج حزب الوفد بيبدأ خطوته في 1 زيادة الناتج المحلي، 2 القضاء على البطالة، عشان القضاء على البطالة هو ده برضو محور رئيسي من محاور العدالة الاجتماعية. في شباب كتير عاطل، مشاكل كتيرة جدا، مهما ينعمل في 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 اطار انك تساعد ده بمساعده او ده بمعاش او 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 مش هيكمل مش هيكمل طبعا. وبرضه القضاء على البطاله
يمكن انا بتكلم مع ناس كتير قوي في اهل دايرتي بقول لهم انا كنت نائب عينت في القريه دي 30 والقريه دي 40 وانت والناس بتسميه فساد ازاي تعين أو, او 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 لكن انا بقدر الامكان اديت المساله دي اهميه كبيره جدا في ان انا على الاقل اساهم. ما بقاش القضاء على البطاله بالفكر القديم العقيم ده، القضاء على البطاله في برنامجنا تشريعات قوانين حلول للناس كلها جذرية، مش لفرد او اثنين او ثلاثه. لكن جذرية يعني ايه؟ قريه مصريه فيها بنات كتير قوي اتخرجت من الجامعه، فيها بنات كتير قوي دبلومات وجامعات بيشتغلوا وما زالوا في الارض وبيروحوا مسافات كتيره جدا. انا بشوفهم في عمر الشباب بيركبوا عربيات الصبح من على الكوبري من عندنا من السوالم بيروحوا الجبل يشتغلوا وبيجوا اخر الليل في الزراعه والكلام ده، مع انهم متعلمات. لازم الناس دي تمتلك ادوات تغطي نفسها اقتصاديا وماديا من خلال عمل. احنا بنفكر في، احنا عملنا ورشه عمل قبل كده بنفكر في حاجات كتير، طبعا ده عايزه ساعات عشان اتكلم فيها، بنفكر في حاجات او شركات مساهمه يمتلكها الشباب او مصانع او خلافه. دي مساله لازم تنحط في الحسبان، وانا من اوائل الناس اللي حنادي بيها. دي حقيقه انا عملنا ورشه عمل مجموعه نواب سابقين واتكلمنا في المساله دي، لان احنا تعرضنا في مشاكل كثيره جدا في موضوع البطاله. فلان اتعين، فلان زعلان، فلان مش زعلان، انسى الفيلم ده. احنا بنعمل لك ادوات جديده وكثيره جدا في تملك مشاريع، في تملك اراضي، في تملك مواد انتاجيه، في تسويق، في خلافه. عاملين حافظه كبيره قوي كده ومجموعه نواب متفقين على حاجات كتير قوي، ان احنا من اوائل الحاجات دي نعمل تكتل نوابي داخل البرلمان للقضاء على البطاله بفكرنا الجديد مش بالفكر العقيم اللي مارسناه سنين. طيب هستأذنك، هنروح لزميلنا احمد فرج من دايرتك من مركز شبرخيط البحيره ونعرف اولويات اهالي دايرتك طلبتهم من نائبهم في البرلمان كأولويات أول ما يدخل هيقدم لهم إيه؟ نشوف هنا؟ نشوف مع بعض هنا؟ دينا برحب بك من هنا من مركز شبر خيط، وكما يظهر خلفي جليا تمثال الامام محمد عبده الذي يعد رمزا واضحا واساسيا لهذا المركز. لا نتحدث فقط عن مركز شبر خيط ولكن نتحدث عن مركز ايتاي البارود التابعين لمحافظه البحيره والتابعين لدائره واحده التي تتكون مما يقرب من 100 قريه و600 عزبه. الاهالي هنا يعانون من العديد من المشاكل، ياتي على راسها مشاكل في الصرف الصحي، حيث انه تم البدء في عمل مشروعات للصرف الصحي منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وهناك مشاكل أيضا في الصحة بالإضافة إلى مشاكل في الطرق، حيث أن معظم الطرق غير ممهدة وغير مرصوفة، إضافة إلى انتشار القمامة بشكل كثيف للغاية في معظم شوارع هذه الدائرة. على أي حال معنا عدد من الأهالي هنا اللي هيحكوا لنا مشاكلهم بالتفصيل. بنرحب بيك يا فندم، حطينا في الصورة وأهم المشاكل اللي بتعانوا منها هنا في مركز شبرا خيط وإيتاي البارود. أيضا أنا أرحب بالنائب القادم إن شاء الله. والمشاكل اللي عندكم، المشاكل اول مشكله مشاكل ارض مركز شباب شبرخيط، اصحاب الارض عايزين ياخدوا الارض، ودي المنفذ الوحيد في البلد من ناحيه ايه الشباب والرياضه، من ناحيه الشباب الصغير عايز يروح يلعب يتمرن كده مش لاقيين مكان، المكان بتاع اصحاب الايه الارض. المشكله الثانيه الطرق بتاعة شبرخيط، معظم الطرق زي ما مريت كده وعملت جوله سريعه هنا لقيت ان الطرق معظمها غير ممهده وغير صالحه اصلا. نعم، طريق شبرخيط توفيقية ده طريق مهدوم خالص، وطريق شبرخيط نفس الوضع، وطريق محل الفرناوة وشبرخيط اللي طالع على اللي ماشي على دمنهور اللي طالع على دمنهور ده طريق برضك مهدوم. فسيادتك دي مشاكل كبيرة جدا في شبرخيط، فرجائي من النائب القادم حل هذه المشاكل. شكرا جزيلا. هننتقل بقى لصوت الشباب برضو، هنعرف الشباب ايه مشاكلهم هنا في مركز شبرخيط وإيتاي البارود. بنرحب بيك، عايزين نعرف ايه مشاكلكم هنا. هنا مشاكل كتير جدا زي القمامة، القمامة منتشرة بشكل كبير جدا في المصارف. مراكز الشباب في عدد كتير من القرى غير موجود بقى مراكز الشباب،
وشكرا. انا لاحظت ان في مشاكل برضو في الصحه، يعني معظم المستشفيات هنا بنجد يعني مباني جيده للغايه وصالحه جدا، ولكن للاسف لا توجد اجهزه طبيه ونقص في الاجهزه الطبيه داخل هذه المستشفيات. فعلا بعض المستشفيات والوحدات الصحيه غير موجود بها الامكانيات وتحتاج الى ابديت او تحديث في او تطوير في المستشفيات. شكرا جزيلا. ده كان صوت الشباب معانا برضو عدد من الاهالي. بنرحب بيك يا فندم. عاوزين نعرف ايه المشاكل اللي هنا يحصل لنا؟ في عدد كتير من المشاكل هنا في عندنا عدد كتير يا فندم من المشاكل، مثل مشاكل الصرف الصحي. المشاريع اللي هي بدات من 2000 ومن 2005 ما زالت لوقتنا هذا لم تنتهي، ومشاكل عندنا كتير في الصحه. المستشفيات العام ينقص اجهزه وادويه ودكاتره اطباء وممرضين. ماشي حضرتك، نقص في الخدمات الطبيه بنسبه 99% عن مركزي إيتاي البارود وشبر خيط. انا نرجو من النائب القادم ان شاء الله ان هو يخلي باله او يلقي نظره عن المشاكل اللي هي بتعاني منها الاهالي والبشر والطلاب، طلاب المدارس. المدارس حضرتك معدمه، التعليم حضرتك معدم. هنا انا بناشد السيد وزير الصحه وبنقول له ان في صحه، في تعليم، في تقدم، في رخاء باذن الله. مشاكل الصرف الصحي دي اهم المشاكل اللي بتواجهكم هنا، لان انا دخلت عدد من القرى لم اجد فيها مشروع اصلا للصرف الصحي، وبعض القرى الاخرى مهدمه للغايه الطرق، ومنذ سنوات لم يتم الانتهاء حتى من المشروعات. تمام تمام يا فندم. حضرتك احنا اي هل حاولت تتواصلوا مع مسؤولين؟ كتير جدا لم ما بيسمعوش للاهالي، فاحنا بنطلب من النائب ان هو هيمثلنا، ان هو يتابع مع المسؤولين، ان هو يخلص لنا مشاريع الصرف الصحي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني مسؤوليه كبيره تقع على عاتق النائب الذي سيمثل هذه الدائره، دائره التي تضم مركز إيتاي البارود ومركز شبرا خيط. في المقابل يعني المسؤولين يعني لا يقومون وليس هناك رد واستجابه لهذه المشاكل. ستكون هناك مسؤوليه كبيره تقع على عاتق النائب. عوده لك في الاستوديو دينا. شكرا احمد فرج. من شبرا خيط البحيره، واكيد لحضرتك تعليق على مشاكلهم اللي عرضوها. طبعا برضو بنتهز الفرصه وابعت تحياتي لاهالي مركز شبرا خيط المحترم. الحضرات الاخ اللي اتكلم الاول على ارض مركز شباب شبرا خيط، انه الارض دي بقى يعني يمكن نكون انا اول مره التحم باهالي شبرا خيط. انا كابراهيم ابو شادي مرشح التحم باهالي شبرا خيط في العمل الميداني، لكن اعتقد ان انا خدمت في قريه لقانا في الوحدة العسكرية تحت ما يقرب من 5-6 سنين. أعرف جميع كرة مركز شبرا خيط. مركز بيحتاج خدمات كثيرة جدا. مشكلة أرض مركز الشباب بإذن الله تعالى أمثلكم في البرلمان بدعم ربنا وبدعمكم ليا. يعني دايما أحضر عن للقرى، والمشكله دي انا بوعد بحلها. وانا كنت حد كلمني في هذه المشكله وتواصلت معاه وقلت له اتفضل في المكتب واوراقك، وانا انا انا طب انا هقول لك حاجه بعيدا عن المشكله دي لوحدها، لان دي مشكله وحيده مثلا بنتكلم فيها وفي قريه محدده. لا ده في مركز، مركز شبرا خيط. طيب ده, ده 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 مركز الشباب بتاع المدينه، بتاع مدينه شبرا خيط. مهم جدا الموضوع ده. طيب احنا عايزين نتكلم عن برنامج انتخابي بيخدم كل اهالي الدايره. ما يعني البرنامج الانتخابي احنا اتكلمنا في العداله الاجتماعيه. هو اثار مشكله اللي هي مشكله القمامه. القمامه وهي مشكله عامه، مشكله عامه جدا كلها. ومش عارف حضرتك يعني ما بتحبيش تخوضي قوي في مشكله انت عارفاها وموجوده، ولكن احنا لازم نتكلم فيها. لا ازاي، ما احنا لازم، محدش ما يحبش يخوض في مشكله. ده احنا عندنا في برنامج الحياه الان عندنا حمله مصر نظيفه. يعني حضرتك حمله مصر نظيفه بنخرج بكاميرا شبكه التلفزيون. انا لسه ايوه ما انا لسه شايف، انا شايف البرنامج دلوقتي. كل يوم بننزل في قريه وبنروح الصعيد وبنروح يعني من اسكندريه لاسوان، بنحرك الكاميرا علشان نتابع مساله القمامه ورفع القمامه. والحقيقه عدد كبير من المحافظين متجاوب معانا جدا، والاهالي نفسها بدات تتجاوب مع الحمله بشكل كبير. انا شايف البرنامج
وكنت لسه هتكلم في هذه المساله وبشكر القائمين عليه. بس طالما في مشكله قائمه ومشكله كبيره جدا، انا كنت اتمنى ان بدايتنا البدايه تكون مشكله القائمه دي انت يمكن ما تلاحظهاش حضرتك. لا، هي عندنا شيء فظيع جدا من اسوء الحاجات. دي مساله مهمه جدا، وكنت اتمنى ان بدايه مهمه جدا في هذه المساله والمحافظين كانوا يهتموا بها، هم بيبذلوا مجهود بس مش باين. طب ايه برنامجك الانتخابي؟ ايه حلولك لمساله القمامه؟ الحلول لمساله القمامه، اولا في مشكله كمان انا بسيرها لمحافظ البحيره، اسمعني فيها برضه. في رسم نظافه بيتاخد من كل مواطن على وصل الكهرباء. انا مش هقسم لك بالله، لو وحدات محلية ولا حد بيعتني بمسألة النظافة تماما، إذا هذه الفلوس دي جباية. فأنا بقول له معالي المحافظ نظرة لهذه المسألة، وأنت راجل برضو يعني إن شاء الله راجل محترم، وهذه المسألة تاخد منك اهتمام كبير. دي مسألة يعني على مستوى بسيط الجمهورية، يعني كل مصر بتدفع رسم قمامة على فاتورة الكهرباء. بس أنا عايز أقول الحلول العملية. تمام. برنامجك الانتخابي بيتضمن ايه؟ خلاص يعني موضوع القمامه اكيد هيكون في اولوياتك، بس ايه تاني اللي عايز تقوله لاهل دايرتك لو بتوجه لهم كلامك دلوقتي؟ تمام. عندهم مشاكل صحه ومشاكل أيوة تعليم ومشاكل فوضى مروريه ومواقف طبعًا وعندهم مشاكل كتير طبعا. اتكلم برضه برنامجنا بيولي اهميه للصحه. جميع قرى جمهوريه مصر العربيه الوحدات الصحية الحالية غير صالحة للأسباب الآتية، ومرنا برضو بها في البرلمان وعملنا معركة كبيرة جدا. الدكتور حاتم الجبلي كان وزير الصحة اخترع اختراع كده وقال لك احنا مش هنهتم، احنا هنحول الوحدات الصحية اللي كان فيها دكتور وكان ده كان فيها دكتور وفيها أدوية وفيها ناس بتتعمل عمليات جراحية صغيرة. شفنا الكلام ده. حول هذه المسألة لحاجة اسمها ايه؟ مستشفيات الصحة العامة لا تعتني بشيء الا فيها مريض دكتور متخرج لسه حديث بيجي يتعلم في الناس ومعهوش حد قديم، يا دوبك اهو بيكشف هنا او هنا او هنا، ومفيش اي ادوات ولا عمليات زراعة. يعني لو واحد اتعور وهو بيشتغل في الغيط ولا على مكنة ري ولا كلام من ده كله، ده لازم يروح مستشفى ايتام البارود او مستشفى شبرا خيط. البرنامج ده فاشل. يبقى برضه من برنامج اللي فات اللي كان بيتكلم فيه الدكتور حاتم الجبلي وناس كتير قوي اتكلم في المساله دي، برنامجنا بيهيئ المستشفيات القرويه بالكامل، مش هنقول مستشفيات مركزيه زي مستشفيات المركز او الكلام ده كله، بس على الاقل تقوم بدورها الرئيسي والبسيط في علاج المواطن، فيها اجهزه، فيها دكاتره، فيها ناس ممكن تسعف الناس ليلا. يعني برنامج الوفد الانتخابي بيتضمن ايضا هذه الامور. يعني دكتور السيد بدوي وهو بيتكلم عن مساله الصحه في برنامج الوفد الانتخابي اتكلم عن تفعيل مواد الدستور، انه تجريم الامتناع عن علاج اي مواطن وخاصه في حالات الطوارئ، اتكلم عن غذاء صحي سليم لكل مواطن علشان ده جزء من اولويات الصحه وحقوق المواطن الاساسيه. هل عند حضرتك في هذا المجال بعض التشريعات مثلا اللي ناوي تطرحها ان شاء الله اول ما تدخل البرلمان؟ بالنسبه لمجال الصحه في حاجات كتير قوي الاعلام يعني مختصين مش مختصين بيتكلموا فيها. احنا برضه برنامجنا برنامج التامين الصحي الشامل على جميع مواطني جمهوريه مصر العربيه، لان الدستور بيقر ان الصحه لكل مواطن حق العلاج من الدوله، حق اصيل من الدوله. طب ممكن استاذنك يعني تفكر في التشريعات اللي هتقترحها عن الصحه وبعد ما نرجع من الفاصل؟ اوكي، فاصل ونرجع. مرة أخرى مشاهدي الطريق إلى البرلمان، عودة لضيفي أستاذ إبراهيم أبو شادي عضو مجلس البرلمان السابق، عضو مجلس الشعب السابق في برلمان 2005، واللي ترشح مستقل أيضا في انتخابات 2011، والمرشح حاليا عن دايرة إيتاي البارود وشبرا خيط عن حزب الوفد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. جاي لحضرتك أسئلة كتير. محمود السعيد عبد ربه بيسأل حضرتك هتعمل إيه للشباب؟
طبعا شباب مصر عصب مصر، نسبة الشباب في مصر تقترب من 60-65%. شباب مشاكلهم كتيرة جدا، مش مشاكلهم بس نوادي الشباب ومراكز الشباب والحاجات ديت، لا، مشاكل الشباب، مشاكل بطالة، مشاكل رياضية، مشاكل صحة، مشاكل مقبلين على الزواج تكون أسرة. الحاجة الأساسية في رؤية العقيد إبراهيم أبو شادي إذا أكرمه الله وبقى نائب في البرلمان 2015 حلول مركز الشباب، بأن احنا بنعمل ماكينة عمل للشباب، تحويل برامج تحويلية من الخريجين النظريين اللي سوق العمل ما بيقبلش وظائفهم لبرامج عملية، برامج تنموية بيشارك فيها الشباب. من فترة قريبة جدا من حوالي 6 شهور تقدمت لوزير الزراعة بطلب بالموافقة على تخصيص ما يقرب من حوالي 20,000 فدان أو 30,000 فدان لشباب إتاي البارود، تقسم عليهم وينعمل لشباب الفلاحين وصغار المستثمرين اللي يحبوا يعملوا في العمل الزراعي، تقسم عليهم من 5 إلى 10 فدادين، وينعمل مجموعة عمل تساهمية أو استثمارية ما بينهم. وإن شاء الله نتقدم بنفس الطلب لشباب شبرخيت الراغبين في العمل في الزراعة. الشباب محتاج برامج إنتاجية وحصول على المادة لبناء مستقبله. احنا هنكون شركات مساهمة للشباب، دي حقيقة درسناها في الورش اللي عملناها، ده المجال الاقتصادي، المساعدة على العدالة الاجتماعية في الوظائف وتنمية قدرات الشباب للعمل السياسي، برضو ده شيء هنركز عليه. الشباب محور رئيسي، وإن شاء الله هكون ناجح معاهم، وإن شاء الله معظم هذه المشاكل هنلاقي لها طريق للحل عن طريق تشريعات نستخدمها من الدستور الجديد، عن طريق تقارب ما بين فهم الشباب، عن طريق تدريب الشباب على العمل السياسي، عن طريق تدريب الصندوق الاجتماعي برضو لازم دوره يتغير ويحول ان انا ادي قرض وادي له السمكه قرض وعلمه السمكه، لا ده انا لازم اعلمه كيف اصطاد. المشاكل اللي حصل لها بوعد شباب دايرتي اكون اقرب نائب ليهم زي ما كنت دايما اقرب نائب ليهم، وان شاء الله اللي ما نحلش في الدورات السابقه في مصر الجديده والحديثه اللي بيقودها الرئيس السيسي، لا احنا ان شاء الله الشباب في خلال سنة أو اتنين في فرحة للشباب وجهود كبيرة جدا من الدولة، وإحنا ترس من تروس الدولة في التنمية الحقيقية للشباب. يا رب إن إحنا نقدر نكون عند حسن ظن إن شاء الله. طب محمد إبراهيم من إتاي البارود بيسألك، هل ليك رأي في إلغاء الحصانة ورفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب؟ طبعا. أنت مع ولا ضد؟ أنا ضد رفع الحصانة. ضد؟ طبعا. ليه بقى؟ الحاجات كتيرة جدا. الحصانة بتاعت النائب يعني مش زي الناس ما يفهمة ان هي ده القانون بيقول، هي الناس المشكلة مش فهمت، الناس شافت يعني. لا. احنا طبعا كان لينا تجربة طويلة مع الحزب الوطني داخل البرلمان، وشفنا ازاي ان في ناس استغلت هذه الحصانة في عمل يعني منافية للقانون واحيانا منافية للأدب. لا 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 لا، البلد فيها قانون، والقانون بيقول اذا اتمسك حد متلبس بجريمة معينة مفيش حاجة اسمها حصانة. الشعب كلمة الحصانة اصلها كلمة كبيرة، ان الشعب فاهمها ان دي حاجة زي ما تكون لف النائب كده هو ملفوف بحماية من الدولة، لا اطلاقا. طب انت معاها ليه؟ انا اقول معاها ليه؟ احنا داخل البرلمان بنقدم استجوابات. خلاص بقى احنا بقينا في عصر جديد. زمان كناش بنعرف نقدم استجوابات. هقدم استجواب لوزير الداخلية. هقول له يا وزير الداخلية في خطأ في المكان الفلاني وأنا بستجوبك وممكن أسحب الثقة منك، أنا كنائب. ممكن وأنا طالع من المجلس يستنيني عسكري وأمين شرطة،
يعملوا فيك ايه؟ يقبض عليا في اي حاجه. يقبض عليك بايه؟ ما انت مواطن عادي. هم يقدروا يستنوا اي مواطن عادي ويقبضوا عليه؟ ما يقدروا. لا 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 لا، يعني يقبض عليك ازاي؟ يتحج. ما عندناش خلاص ما هيبقى في نديه. لا انا بدوس على مشكله معينه وبتكلم معاه. ما هو حضرتك قلت ما بقيناش في عهد زمان، دلوقتي في قانون. هو ما يقدرش يستجوبك كمواطن ولا يقابلك في الطريق ولا عساكر يمسكوك ولا الكلام ده، ما بقاش موجود. يعني هو مش موجود صحيح، وفي مصر الحديثه مش موجود. مع المواطن العادي ممكن ما يكونش موجود، لكن النائب اللي بيدوس على جراح في الدوله وعايز يلمها وعايز هيبقى مستهدف. لا هيبقى مستهدف، دي حقيقه. كمان انا بتكلم وانا داخل البرلمان قضايا، احنا هنتكلم بصراحه، في قضايا هتبقى كبيره جدا طبعا، ولا زلنا يعني عندنا حرب مفتوحه عندنا وقضايا ارهاب. لا الحصانه مهمه جدا. طيب للنائب. طيب لو سالتك يعني شايف شكل المنافسه ازاي بعد الاعلان النهائي لاسماء المرشحين في دايرتك؟ بتكلم طبعا عن الاخوان، بتكلم عن المال السياسي. تمام. بتكلم تمام عن الحسابات العائليه. تمام. الاول طبعا يعني معلش انا عايز اركز على كلمتين لدايره شبرخيط قبل ما اخش في الاجابه بتاعت سؤالك. طبعا. عشان الدايره دي دايره مهمه جدا، ودايره فيها حوالي 180 الف صوت، ودايره هتكون مؤثره في العمليه الانتخابيه، وفي ناس كتير قوي اتعاملوا معايا، وفي ناس كتير يعرفوني وفي ناس ما يعرفونيش. بوجه لهم التحيه وبقول لهم ابراهيم ابو شادج، العقيد ابراهيم ابو شادج، ابن القوات المسلحه، النائب السابق عن دايره ايتاي البارود، هيكون عنده حسن ظن اهالي دايره شبرخيط. هعمل جاهدا على حل مشاكل الدايرة، وكون دايما بين أهالي الدايرة، وكون دايما قريب للشباب، وكون دايما مهتم بالمدارس، مهتم بالصحة، مهتم بالصرف الصحي، مهتم بالطرق، مهتم بصحة المرأة، بمشاكل المرأة، مهتم بالشباب، برعاية المدارس، بحلول كثيرة جدا. أنا كان ليا نشاط في إيتاي البارود ونائب معروف، ونائب ليا خطواتي في التنمية الريفية وتنمية قريتي. إن شاء الله، وأكيد أنتم سامعين عني وعارفيني، وإحنا قرى مجاورة لبعض إن شاء الله. طب هتتواصل معهم إزاي؟ أنا يعني دايما ليا مكتبي في قريتي، وليا مكتبي في مركز إيتاي البارود، وليا مكتب في معظم القرى، في شباب متواصل معايا، وبيوتهم هي المكاتب بتاعتي في كل القرى. وأنا يعني إيه، جميع قرى إيتاي البارود في كل قرية ليا مجموعة شباب متواصل معاهم، وهم مهتمين بدايرتهم ومشاكلها. طب في شباب بيسألوك على الواتساب، بيقولوا لك عندك واتساب، عندك صفحة على الفيسبوك أو على تويتر، على مواقع التواصل. صفحة العقيد إبراهيم أبو شادي اسمها كده اهو، العقيد إبراهيم أبو شادي باللغة العربية. باللغة العربية العقيد، ولا صفحة لو كاتب العقيد هيخش على طول على الصفحه بس. انما هي العقيد ابراهيم ابو شادي، العقيد ابراهيم ابو شادي. لا ممكن لو كتب عقيد يطلع له كتير. ممكن. لا العقيد مفيش. احنا بنجربها و... طيب العقيد ابراهيم ابو شادي. طيب هرجع زائد برضه حضرتك، دايما احنا عندنا إيتاي البارود مركز، وشبرخيط مركز، مراكز سياسيه جدا. لان دي فيها عائلات، يعني عائلات كبيره، وعائلات بتمتلك العمل السياسي، وعائلات من زمان لها اعضاء في البرلمان. واعتقد مركزين اتدربوا كتير قوي على السياسه، وخاضوا معارك سياسيه ضد بعض ومسائل كبيره جدا يعني. فالمركزين دولت مركزين سياسيين. ولذلك في صفحات إيتاي البارود، صفحه إيتاي البارود، اخبار إيتاي البارود، صدى إيتاي البارود، صفحه اختار نوابك، ما هي مراكز كبيره. كبير شبرخيط، صفحه شبرخيط، اخبار شبرخيط. انا موجود دايما بعمل لقاءات على جميع الصحف، شبرخيط او إيتاي. وانا مش اقول ان كل الناس بتايدني يعني او كلام من كده، لا انا نائب ليا شعبيه ونائب قوي، وانا عارف واثق في نفسي كويس قوي. بس اكيد برضه في معارضين، بحب ارد على المعارضين على هذه الصفحات. طب بدات حملتك الدعائيه؟ طبعا.
طبعا حمله الدعائيه بالاتحاد. وايه خطتك يعني احنا ابتدينا فتره الدعايه الانتخابيه، ايه خطتك للدعايه؟ هتعمل مؤتمرات؟ هتروح في جولات؟ اكيد انت مستمر في جولات من بدري، ولكن هل عندك مؤتمرات صحفيه، مؤتمرات عفوا شعبية داخل القرى بتاعه مركز شبرخيت وقتاي البارود؟ تمام. عملت فعلا ولا لسه هتبدا؟ طبعا انا نائب قديم التزمت تماما بالمواعيد بتاعه اللجنه العليا للانتخابات. بدأت بعد الكشوف النهائية ما أعلنت بدأت دعايتي. الدعاية عندي ودايما أنا نائب متميز في الدعاية، وصدقيني أنا ما حسيت بتغيير، لأن أنا من يوم ما دخلت العمل السياسي بعد القوات المسلحة اللي أنت بتعمله هو يعني امبارح أربع أفراح حضرهم، يمكن خمس معازة حضرها، كذا مشكلة، لكن في النهاية خالص ليا مؤتمر شعبي كبير هدعي من قرى شبرخيت ناس فيه ومن قرى إيتاي وكله شباب، حملتي معظمها شبابية وأنا بعلمهم وبتعلم منهم وإحنا تيم ورك بيشتغل كويس مع بعض. قبل الانتخابات بحوالي يعني أعتقد لسه أنا حدد الكلام ده امبارح كنا بنتكلم في هذه المسألة، بحوالي خمسة أيام أو ست أيام هعمل مؤتمر شعبي كبير، بس هيبقى مؤتمر تنظيمي. طيب انا هرجع لك تاني للسؤال واقول لك شايف ازاي شكل المنافسه بعد اعلان الاسماء وبقيت عارف مين المرشحين اللي قدامك؟ هل المنافسه هيحسمها العصبيات العائليه ولا الدعايه الانتخابيه وحجم الانفاق ولا بقى تيارات وافكار ولا البرامج الانتخابيه والناس بدات تفكر فعلا وتشوف ده برنامجه ايه وده برنامجه ايه وده هيعمل لها ايه؟ احنا دايرتنا عشان فيها اربع نواب فدايره كبيره، كان المواطن الاول بيخش يختار اتنين نواب. فالمرة دي بعد ما شفنا الكشوف النقية وشفنا الأسماء اللي داخلة تحية لكل المرشحين بالكامل، بأحترمهم وبقدر مجهودهم. اللي قدامك فردي ولا فردي. قوائم لا أنا داخل فردي. اللي قدامك، لا بقول لحضرتك اللي قدامك الأربعة اللي بتتكلم فيهم. لا ده احنا الدايرة كان زمان كل دايرة بيمثلها اتنين نواب. دلوقتي اربع بقى في اربعه فردي؟ اربعه فردي، اربعه نواب. طيب فردي انتماءاتهم ايه؟ اربعه نواب فردي اللي ينجحوا بقى ايا كان انتمائهم. يعني انا الـ 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 الوزن النسبي بتاع الدايره بقى اربع نواب مش اتنين زي زمان. فالمواطن بيخش يعلم ويختار، لغايه دلوقتي اللجنه العليا ما قالتش هل المواطن هيخش يعلم على اربع اسماء ولا يخش يعلم على ثلاثة ولا اثنين ولا واحد، المهم في الآخر هينجح أربعة. فإذا دي دايرة كبيرة. شفنا الأسماء فيها ناس كتير قوي، أعتقد ما فيش غير أنا نائب سابق. لا أنا مش لازم تقول أسماء الآخرين، أنا بس بقولك يعني بكلمك عن المنافسة. أنت شايف حظك إيه في المنافسة؟ شايف اللي قدامك؟ شايف إنه في حد بيستغل مثلا المال السياسي أو الأفكار الدينية؟ شايف ان انا باذن الله موفق، شايف ان المعركه ما هياش معركه سهله، المعركه فيها مرشحين كتير، في استغلال للدين، في استغلال للمال السياسي، العصبيات برضه في استغلال للعصبيه وقوه العائلات، في الكلام ده كله، جميع انواع الـ 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 الادوات الدعائية موجودة. وأنا سلاحي أنا لا عصبية ولا دين ولا مال. لا عصبية ولا دين ولا مال حقيقي. إذن سلاحك عملك، عملي، أدائك حقيقي. طيب أول وقربي من الشباب وقربي من المجتمع. يعني أنا أي بيت في الدايرة ممكن أخشه في ثانية وأسلم على الست، وست كبيرة أتكلم معاها، أتكلم في مشاكلها، أحترمها، وهم واخدين عليا وأنا واخد عليهم بهذه الطريقة. طيب وعلى فكرة ده سلاح قوي جدا. طبعا بيحاولوا يغلبوني بالمال، بيحاولوا يغلبوني بالعصبيات، ده خصومة وخصومة شريفة. ده الصدق والحب والقرب من الناس هو الحكم بالتأكيد وهو المعيار. وده اللي بيقولوه دايما الناس لما نسجل معاهم، إن هو يكون بينا وموجود
مش قاعد على كرسي ولا عنده مكتب قفله وما بنعرفش نقابله. وعشان كده الشباب بيسالوك بيقول لك فين موقعك على الفيسبوك، فين الاكونت بتاعك، فين الواتساب. الناس عايزه تتواصل معك بشكل قريب. لو عايزه اسالك سؤال يعني بساله دايما لضيوفي، اول استجواب هتقدمه في بالك لما نبارك لك ان شاء الله وتدخل البرلمان، ايه اول استجواب، ايه طلب احاطه، ايه القضيه اللي في بالك وشغلاك، مين الوزير اللي زعلان منه عايز تقدم له؟ طبعا انا بكون زعلان من وزارته مثلا. طبعا مش بشكل شخصي، زعلان من ادائه يعني. اتمنى طبعا من ربنا انه يوفقني ونيجي طبعا هنا نيجي بقى نتكلم في جولات وقضايا كبيره ان شاء الله. اول طلب احاطه، انا في حاجات مشغول بها قوي. اول طلب احاطه لوزير الاسكان. عن ايه؟ عن شركات وزير الاسكان والكهرباء، وطبعا هيبقى على فوق على راسهم رئيس الوزراء. عن ايه؟ شركات المياه، خلي خدمه في المياه، شركات المياه ومياه الشرب والصرف الصحي وشركات الكهرباء. بس عايز انبهك ان فاضل لنا اقل من دقيقه. طيب وتوزيع الكهرباء. الشركات دي زمان كانت قطاع اعمال بس ما هياش شركه قابضه. همها المكسب ومش همها والخدمه. انا عايز اعمل طلب احاطه بتحويل شركات الميه وشركات الكهرباء لما كانت عليه، وما تبقاش شركات قابضه وتهتم بهذه المسائل. يعني انا شركات القابضه دي خلاص نلغيها وان شاء الله هنجح وافتكر الكلام ده. بس ادائها مش احسن عن ذي قبل يعني، عن قبل ما تبقى شركات؟ لا 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 لا، ادائها المالي بالنسبه لهم احسن. لكن عمليا هي لو خسرت برضه مش هتعرف تشتغل. لا ما تخسرش، مساله برضه يعني دايره مقفوله. لا برضه ما بقى حاطه لها ميكانيزم معين، حاطه لها تشريعات وقوانين. بشكرك جدا وشكرا انك عينك برضو على دورك الرقابي والتشريعي، وعينك انك تخدم كل اهالي الوطن مش بس اهالي دايرتك. شكرا عقيد ابراهيم ابو شادي مرشح الوفد عن دايره اتاي البارود وشبرخيت، نورتنا. وشكرا مشاهدينا لحسن المتابعه. الطريق الى البرلمان معكم يوميا في الرابعه مساء في نفس موعدنا اليومي على الحياه 2، نلقاكم غدا في نفس الموعد حتى حين موعد لقائنا. دمتم بخير.